معاونة بقى بوزارة العام، صندوق العاملين بشركة العز الداخلة للصلب اسكندرية، وشركة حديد للصناعات والتجارة والمقاولات، مما دعا الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إنهاء كافة إجراءات التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط لصندوق معاشي، وإصدار نشرة اتفاق وثائق صناديق الاستثمار للصندوق للبدء في مزاولة نشاطه دعما للاقتصاد المصري بشأن سوق رأس المال المصري. وأود أن أشير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أن بدأت عملها في إجراءات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يعد هذا الصندوق من أول الصناديق الخاصة كصندوق استثمار في تأسيسه والترخيص به، وهذا نشاط فريد من نوعه نتمنى العمل به في أكبر حد ممكن من إدارة محافظ الأوراق المالية. أنظمة الرقابة وجميع الأنظمة الخاصة للشركات التي تطبق سياسة تهدف إلى تأمين العاملين لديها ضد مخاطر العجز والوفاة والمعاشات والتقاعد وعادات إنهاء الخدمة لهم. ونعمل أن نتضافر فكرة هذا الصندوق مع القضاء على رأيه في تدمير جوائز صديق التأمين الخاصة في الجهات المختلفة، والتي يمثلها طبقة انتصاب من الممثلين عن مجالس الإدارات لتلك الصناديق. ونتقدم بالشكر لكل سائر المؤسسين والمبتدئين، ونخص بالشكر الصناديق أصحاب المبادرة والصادقة، وهم صندوق العاملين بهيئة الرسميس، وصندوق العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاملة، وصندوق العاملين بشركة عز الدخيلة. ونخص بالذكر والشكر أيضا السائر مدير الاستثمار شركة رأس مال مصر لإدارة الصناديق والمحافظ المالية باتفاقها الراعي الرسمي لفكرة إنشاء الصناديق تحت رقابة وإشراف السادة هيئة الرقابة المالية، والتي بدورها لم تدرك أي مجهود من أجل إطلاق هذا الصندوق. وإذا انتهت الفرصة لنشكركم مرة أخرى على تشكركم، ونتقبل دائما في مزيد من المؤتمرات التي تعمل على تنمية المجتمع ورفع الشأن من لدى الحكومة. بنشكر الهيئة العامة للرقابة المالية اللي هي دايما بتعمل مؤتمر سنوي لصناديق التأمين الخاصة. الفرق النهارده ان هو النهارده لا احنا كقطاع خاص بدورنا كناس عاملين في السوق، احنا اللي بنقوم بالدور ده بنفسنا، فبحيث ولا احنا بنفكر بقى في الزام ولا احنا بنفكر في الرقابة، احنا ناس جايه بنقدم لكم، ويمكن خلينا ناس منكم هي اللي تعمل هذا المنتج. يعني انا كان اسهل حاجه في الدنيا ان ممكن نقول طيب انا هعمل صندوق راس مال معاش، مين معظم حضراتكم خصوصا في المحافظات ممكن ما تعرفوش راس مال، يمكن الهيئه عارفاها، يمكن وزاره التضامن الاجتماعي عارفاها احنا بندير لهم فلوس، يمكن بنك الاستثمار القومي عارف احنا بندور لهم جزء من محافظه، كل الناس عارفاها. انما النهارده لما نقول هيئه قناه السويس وصندوق اللي هو يعد من اكبر الصناديق في مصر بما له من عدد مشتركين ومن حجم ومن ملاءه ماليه، لما نقول الهيئات القضائيه ووزاره العدل، لما نتكلم على شركه من اكبر الشركات الصناعيه في مصر الدخيله وكونتراستين، لما بنتكلم ان كل دول بيجتمعوا مع بعض فهم في حضور هذا الجمع. يعني يمكن انا سعيد بحضور يعني لما الكبير العرب فتحين والامين العام والناس، سعيد بوجود المقاولين العرب، بصراحه انا بتشرف بوجود حضراتكم. بس عايز اخد رايكم في حاجه، اخش على الموضوع على طول.